هذا البرنامج برعاية شبكة منهاج السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخواني المشاهدين إلى هذه الحلقة السادسة من حلقات ليالي هذا الشهر المبارك، وفيها نستكمل موضوع التوحيد والغلو في الأئمة عند الإمامية، ذلك أنهم إنما توجهوا إلى المشاهد وقدموا لها أنواع العبادة من الطواف والسعي والذبح والنذر وغيرها من العبادات، لأنهم يعتقدون فيهم النفع والضر. وتكلمنا في الحلقات الماضية في المناظرات وما قبلها من المقدمات بالأدلة على ذلك. عفوا إخواني، أثبتنا أن الإمامية يحجون إلى المناسك إلى المشاهد ويسمونها مناسك الحج إلى القبور، وأثبتنا أنهم يطوفون طوافا كالطواف حول الكعبة، ويسعون بين ما يسمى بالحرمين عندهم الشريفين اللذان هما قبر سيدنا الحسين وقبر سيدنا العباس المفترى عليهما. وهذا يا أيها الإخوة فيه سعي يضاهي السعي، ومن أدلتهم عليه أن المسافة بين القبرين كالمسافة بين الصفا والمروة، وهكذا يبنون عقائدهم بهذه الأدلة التافهة. كذلك كنا ضمن يعني خمس حلقات ماضية نستجدي المناظر الشيعي أن يقدم لنا دليلا على أن سيدنا علي بنى المشاهد وحج إليها، بنى المشاهد وحج إليها، أودع الناس إلى الحج إليها، ولكن حيصة وحيدة مستمرة كما رأيتم في المناظرات السابقة. والشيعي قبل السني يعرف ماذا يصنع عند القبور، وماذا يعني كلمة باب الحوائج، وماذا يعني ربط الأجساد بالسواري عند قبر الرضا، وغيرها من الأمور التي ندعو الشيعة الإمامية إلى تركها، فإن الله قريب يجيب دعوة الداعي سبحانه وتعالى إذا دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب وليس بعيد، قريب ولا يحتاج إلى ميت في قبره يطلب النفع والضر لنفسه في حياته، فضلا عن أن يكون قادرا عليها بعد مماته. تدعو ربا قريبا مجيبا يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. ندعو الإمامية الاثنى عشرية إلى نبذ هذه المشاهد التي يتكسب منها المراجع، والتي يربح منها المراجع الأموال الطائلة، والتي إلى يومنا هذا يستحدثون مئات بل آلاف المشاهد والمقامات والمزارات الجديدة تكسبا بعمائمهم وضحكا على أتباعهم. أيها الإخوة، قبل أن نبين دعونا ننظر إلى هذا المعمم، وهو يصرح بما استنكره المناظر أحمد الإمامي. وأنا أقول المناظر الشيعي في المناظرات يا أيها الإخوة ليس مناظرا يطلب الحق، إنما مناظر يأتي للتشويش لا أكثر، ولذا لا يعترف بالحقائق التي يعرفها الشيعة. فمثلا الشيعي يقول المسجد النبوي من المشاهد بحسب مصطلح الإمامية، بحسب مصطلح الإمامية، وهذا أمر يعرف الشيعة قبل السنة أن هذا غير صحيح عندهم. لماذا؟ لأن المشاهد عندهم هي الأضرحة التي يبنى عليها أو تبنى عليها المساجد،
ويطاف بها ويحج إليها وتزار باسم الزيارة، وإلا في حقيقتها ليست بزيارة، زيارة مسنونة إلى القبور للاعتبار والدعاء والاستغفار لأهلها. أما الطواف والسعي وطلب الحاجات فهذه الوثنية. دعونا ننظر إلى هذا المعمم وهو يصرح بذلك، لننظر. ولكن هذا إلى وجاهة، إلى توجيه. قلت لك ما يعرفون معنى الإمام شنو، شلون يعني؟ أنا أطلب فلان، أطلبه زين، أدري من أروح له ما يطين، شو أسوي؟ أدز له واحد، هاي مو شغلة، أدز له واحد أقول له عمي هذا ما يطين، بلكة تروح شوية تدغدغ لي إياه، تحكي وياه، هذا لا حد يطين، هاي طريقة، هاي الأولى، أروح للرضا أقول له يا أبو محمد مروتك، احكي ويا الله خيدبره، مو شكل؟ الطريقة الثانية، هاي شوي أعمق، هاي شو كيف؟ ها، فيما إذا كان أدري هذا أصلاً ما يطين. اجي لهذا شو اقول له؟ اقول له اريدها منك، عبارة واضحة، اريدها منك، يعني شنو؟ يعني يكون تروح باي وسيلة تطلع جيني منه. وهذا نفس الكلام، انا عندما اعتقد واعلم انني انسان مجرم ما عندي وجه اتحدث مع الله، شو اقول له؟ اقول له ابو حسين اريدها منك، أبو حسين أريدها منك. إذن النفع والضر عند الإمام، فهم في عقيدة الإمامية يسيطرون على جميع ذرات الكون كما قال الخميني، كما سأقرأ عليكم بعد قليل. لكن ما هو الغرض؟ ما هي الغرض أو ما هو الغرض من جعل هؤلاء الأئمة بمنزلة الرب تعالى عند الإمامية؟ الغرض أن توجه إلى هؤلاء العبادات، وهذا ليس بكلامي. دعونا ننظر هذا المعمم الذي يلقب بالوهابي لأنه يصحح بعض المفاهيم عند الشيعة في باب التوحيد، ياسر عودة، وهو يقرر ذلك ويقول أن فضل الله، المرجع فضل الله، يقول أن القول بالولاية التكوينية، والولاية التكوينية أي أن الأئمة يسيطرون على الكون، لهم ولاية على الكون بأسره، أدى بالعوام لطلب الحوائج من الأئمة. لننظر. والانحراف عن خط العقيدة المستقيم. وربما كان للاعتقاد بهذه النظرية أثره على طريقة التوجيه الذي يعيشه الإنسان في دعائه لقضاء حاجاته. يعني هذه النظرية، نظرية تفويض الأئمة والأنبياء في التصرف بشؤون الكون بإذن الله، جعل هناك مفهوما خاطئا يمارسه الناس في ارتباطهم بالأولياء وبالأنبياء، فتتصوروا أن الأنبياء والأولياء يستطيعون أن يرزقوا بإذن الله، يستطيعون أن يشفعوا، يستطيعون أن يفعلوا ما يشاءون، فلذلك توجهوا إليهم بالطلب من دون الله. يعني توجهوا مثلا يا محمد ارزقني، يا فاطمة اغيثيني، يا عيسى مثلا اشفني، يا كذا، من دون ان يتوجهوا الى الله ببركة هذا النبي او ببركة هذا الولي. فلذلك يقول: حيث نجد ان بعض الناس يتوجهون الى الاولياء ليرزقوا بالولد او ليوسع عليهم في الرزق او لدفع خطر داهم او عدو غاشم او ما الى ذلك، وقد دأبت بعض الجماعات على ادعية تتوجه مباشرة إلى الأئمة والأولياء ولو من باب كونهم الوسائل إلى الله، فيطلبون منهم الشفاعة والنجاة من النار وما أشبه ذلك. إذن هذا اعتراف من شيخ 12 بتوجههم إلى الأئمة لأنهم يعتقدون فيهم الولاية على الكون، وأن الضر والنفع بيدهم، والرزق والولد والشفاء بيدهم، ليس كذلك يا شيعي؟ ألا ترى ما عند القبور المنسوبة إلى سيدنا علي والحسن والعباس في العراق من استغاثة بأصحاب القبور وطواف عليها؟ أولست ترى أنهم يذبحون يوم العاشر أي عاشوراء للحسين؟ هل تنكر ذلك
أيها الشيعي أنكره المناظر، ولكنك أنت تعرف الحقيقة. إخواني سننظر إن شاء الله تعالى في بعض الوثائق من كتب القوم في أشياء خطيرة جدا، تابعوها معي. هذا كتاب مصابيح الأنوار لعبد الله شبر، ماذا يقول في كلامه؟ يقول في الحديث 22 أو الحديث برقم 222، يقول وهنا وهو يبين قال ما رويناه بطرق عنهم عليهم السلام أنهم يعلمون ما كان وما يكون وما هو كائن، ويعلمون ما في السماوات وما في الأرضين، وكيف التوفيق بين ذلك وبين قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم، والتوفيق بينهما أو بينها بوجوه. الأول أن الله تعالى هو العالم بالغيب، ولكنه يطلع من يشاء على من يشاء، هكذا كتبت من غيبه ربما، كما قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. الثاني أن علوم الأنبياء والأئمة عليهم السلام يجوز فيها البداء والتغيير بناء على جواز وقوع البداء في إخباراتهم، يعني الله يكتشف شيء جديد ما كان يعلمه سبحانه، ينسبون الجهل إلى رب العالمين. على كل حال قال وعلمه تعالى ليس فيه تغيير أصلا. البداء عقيدة يهودية هي الظهور بعد الخفاء وإن رقعوها. قال الثالث وهنا بيت القصيد، هنا أيها الشيعي أيها السني ركز في الكلام الآن، هنا سأكبر الخط. الثالث أن لهم عليهم السلام حالتين، حالة بشرية يجرون فيها مجرى البشر في جميع أحوالهم، كما قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وقوله تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ولهم حالة روحانية برزخية يعني في قبورهم أولية تجري عليهم فيها صفات الربوبية، وإليه أشير في الدعاء لا فرق بينك وبينهم، يعني بينك يا الله وبينهم، إلا أنهم عبادك المخلصون. لا فرق بينهم وبين الله إلا أنهم عباد الله المخلصون. إذن هم في قبورهم تجري عليهم صفات الربوبية فهم أرباب، ولذا يذهب الشيعي فيذبح تقربا، لأن هذا عنده صفات الرب تعالى، فهو يرزق ويشفي ويرزق الولد وإلى آخره. لعلك ترى أيها الشيعي قبل السني أن هذا هو بيت القصيد وغاية من أقام المشاهد وغاية ابن سبأ الذي أسس الغلو في سيدنا علي، هو الشرك بالله تعالى. أخي فهد من السعودية، ونحن أيها الإخوة سنفتح المجال هذا اليوم المداخلات إلى أن يحين موعد المناظرة، وذلك لأن قد قصرنا معكم في الحلقات الماضية فلم نتح مجالا لمداخلاتكم وأرائكم. أخي فهد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافية شيخنا. الله يحفظك. ومبروك عليك الشهر، طال عمرك. بارك في عمرك. وأحبك في الله. حبك. هذا أول شيء. ثاني شيء، أحمد الإمامي أو غيره لو كانوا يجاوبون على السؤال بصدق وصراحة هم نفسهم تركوا التشيع مش أتباعه. وأحمد الإمام لك كم يوم أنت تسأل سؤال واحد، لماذا الإمام علي يهدم، أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام لهدم القبور، يقول لشيء يعرفه الإمام إحنا ما نعرفه، ولو جاوب عليه بصدق وصراحة أقسم بالله ما تلقى شيء على وجه الأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا أبو فهد. اسمع يا أحمد الإمامي، جاوب بصدق وصراحة،
هذا رجل من عوام أهل السنة يقول لك لماذا لا تجيب؟ من معنا؟ محمد، محمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أدلة الشيعة على دينهم عبارة عن ألغاز وفوازير ومعادلات رياضية لإثبات المجهول، وهي فلسفة يونانية قديمة. والإيمان في دين الشيعة الإسلام معقد، لا في شفرات لا يفهمه إلا 12 فقط، حتى أولاد الأئمة أخوان الأئمة لا يفهموه، وملايين البشر ما يفدر يفهموا هذا الدين إلا هؤلاء الأطناعش. والسلام عليكم ورحمة الله. أخي الحبيب يا محمد، لا، والأئمة حديثهم صعب مستصعب، وهم على دين من أذاعه أذله الله. انظر الألغاز، وانظر إلى أنها مؤامرة على الإسلام، يجعلون لها طقوسا خاصة في الإخفاء وفي تبرير ترهاتهم ورواياتهم المزعومة المنحولة على الأئمة. أبو عمر من البحرين، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليك الشاري شيخ. بارك في عمرك. الله يسلمك شيخ. هذه الشيخ المعمم الشيعي هذه، والله أنا أشوفه والله مهرج دي صراحة. أنا أشوفه في وجهه الله يسلمك ما يعرف يرد، فشي يسوي؟ يضحك، يسوي حركات. ايش هذا الشيخ؟ والله ما يبين في عينك، وانت تسأله سؤال وروح يتحدى عن سؤال ثاني. يعني عمري انا والله ما شفت شيعي يجاوب نفس السؤال. هاي في صفة الشيخ عدنان جزا الله خير، وانت جزاك الله خير والاخوان. فوالله ليه ما يعني ما شفت شيخ سأله سؤال وروح ويجاوبك نفس السؤال؟ انت تعطيه ثلاثة ايام عن علي رضي الله عنه، تخليه هو الحجة بينك وبينه، يخاف من ان علي كان يسوي. الشيخ ترى والله ما تبي شلون هو هذا الشيعي ذي الشيخ، ما يبي الشيعة تسمع، فيوديك قربا ويديك يبيك تتنرفز هذه. لكن انت جزاك الله خير على صراحتك وبشاشتك. والله انت مداحرة يعني صراحة. انا اشوف احنا قاعد نطالع، انا اقول الشيعة يا شيعة والله شوف هاي شوكم. فمسامح طولت معك شيخ، جزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك. الله يحييك ويحيي اهل البحرين. حبيبنا يقول ما شفت معمم يجيب، انا اقول صدقت، هذه سياستهم. تسأله عن علي بن ابي طالب يجيبك عن يعني شخص صوفي، ولا يطلع لك يعني من الاقوال الاشاذة. هذا ديدنهم، لانهم لو اجابوا ولو انهم بقوا على هذه النقاط لانفضحوا. وخذ يا أحمد الإمامي، واحد ثاني من البحرين يقول أنت تخاف من علي، من سيدنا علي، ما جاوبت ليش؟ ما أمر بالحج إلى القبور وبناها ودع الناس إليها ومارسها كما يمارسها المراجع في العراق. من معنا من السعودية؟ سالم تفضل. كيف حالك يا شيخ فراج؟ الله يحييك. أنا أريد أن أرد على أحمد هذا المهرج أحمد الإمام. لا، أولا كلمة مهرج تكررت أكثر من مرة، بودنا أن أقول المناظر، بارك الله فيك. طيب المناظر. طيب نرد على المناظر وأقول له، بما أنني شافعي فإنني أقول له إن متأخر الشافعية خاصة مدرسة ابن حجر الهيتمي والرملي ومن بعدهم تورطوا في الغلو الصوفي وفي القبرية وفي تلك الأمور التي يبرأ منها أئمة الشافعية المتقدمون، كالإمام عبد الملك الجويني وأبي إسحاق الشيرازي ومن في طبقتهم ومن بعدهم. وإنما حصل في متأخر الشافعية تأثر قوي بالتصوف وبالقبرية، ودخل فيهم بعض الأمور التي هي من العقائد والعياذ بالله العقائد الإسماعيلية. وإلا فإن متقدمي الشافعية ومتقدمي الأشعرية براء من متأخري، من كثير مما يفعله متأخر الشافعية ومتأخر الأشعرية الذين تأثروا للأسف الشديد بالقبرية وبالعقائد الرافضية وبالعقائد الإسماعيلية بسبب غلبة الأعاجم في العصور الأخيرة. أنتم تعرفون أن الدولة التركية في العصور الأخيرة كانت دولة دكتاتورية باطنية لا تلتزم مذهب أبي حنيفة ولا بعقيدة أبي منصور الماتريدي، وإنما هذه دعوة فارغة، يدعون أنهم أحناف ماتريدية وهم يخالفون أبا حنيفة ويخالفون أبا منصور الماتريدي، وإنما هم في الحقيقة
على الديانة الدكتاتورية الباطنية التي تجمع بين وحدة الوجود وضلال ابن عربي وضلال جلال الدين الرومي وجلال الدين القونوي وبين العقيدة النصيرية الكفرية. فأنا أريد أن أرد على أحمد الإمامي بألا يدلس على الشافعية ولا على المالكية ولا على الحنفية، ولينظر إلى كتبهم القديمة الأساسية وإلى كتب الأشعرية القديمة وكتب الماتريدية القديمة، ولا يغتر بما أحدثه السلاطين العثمانيون الذين كانوا والعياذ بالله على الديانة الدكتاتورية. أحسن الله إليك. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، نحن معكم ضد الباطنية، نحن معكم ضد الباطنية. أحسن الله إليك أخي سالم وبارك فيك. وهذا ما ذكرناه، قلنا أن النقول التي ينقل عن أمثال السبكي وعن المناوي، وإن كان المناوي من شراح الحديث ومن علمائه، لكنه بلي بالتصوف، وعن السمهودي وعن غيرهم ممن بلوا بالتصوف، فليسوا بحجة علينا أبدا. أحسن الله إليك وبارك فيك أخي أبو. طبعا أخونا سالم يقول أن هذا أمر حصل في العصور المتأخرة عند متأخر الشافعية، ومتقدم الشافعية يبرؤون من التصوف لأنهم من أهل السنة والجماعة. مداخلة جيدة، أحسن الله إليك. أبو تركي من السعودية تفضل. ألو، تفضل يا أبو تركي. السلام عليك. السلام ورحمة الله. مبروك على الشهر، مبروك عليك الشهر. الله يبارك عمرك، تفضل. يا الشيخ فراج، تفضل. هذول المناظرين المناظرين بس ناصرهم اللي يضيعون الوقت ويعرفون الجواب، ولكنهم ما يقدرون يبيحون فيه، وبس هدفهم الهدف الأساسي عندهم هو تضييع الوقت، تضييع وقت البرنامج بالمقالطات والمداخلات والافتراءات. طيب، وشكرا. واضح، جزاك الله خير أبو تركي، أحسن إليك. طبعا أخونا سالم قال بعض متأخر الشافعية، ليس كل متأخر الشافعية، فلا زال فيهم العلماء الأفذاذ من أهل السنة والجماعة ممن هم على مذهب الإمام الشافعي في العقيدة وفي الفقه، لأن الإمام الشافعي من أهل السنة وإمام من أئمتهم. أبو محمد من مصر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ فراج، أهلا ومرحبا. في معمم في 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 لندن في الإذاعة المشركين هذول في لندن. أيوة. يقول فليعبد الحسين، يقول يعبد الحسين معمم نفسه سوداء، يقول فليعبد الحسين فليعبد الحسين. هؤلاء قوم لا فقه ولا علم عندهم، يعني لا من وراء من الله رسم هذول الناس ربنا قوم ما لا فقه عندهم، لا حتى ما تروح أستاذ الجامعة الطهران قال ما تستعل. الصوت عندك يقطع يا أبو محمد. عمل على كعيسة على المنهج لأنهم هم بيزرع الحلقة في أنهم يشرق وغرب، وهذا كلام كل لا طعم من وراهم هذول ما فيه فايدة. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك. أخي من السعودية تفضل. ألو، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير أخوي فراج، الله يحفظك. مداخلتي طال عمرك بسيطة جدا بالنسبة لمناقشة الإخوان في يعني الحاضرين من الشيعة، إخواننا الشيعة. أقترح حقيقة يعني الرجوع لأم الكتب، مثل الكتب مثل كشف الشبهات وبعض الكتب القيمة من علماء أهل السنة والجماعة، لأنهم هم يركزون على أقوال شاذة، على كتب لا قيمة لها يعني علميا، وإحنا نتكلم معهم عقائديا على كتبهم الأربعة يعني وأصولهم الأربعة وغيرها. فما يكون طبعا هناك يعني مقارنة، إحنا نتكلم على أصول الكتب عندنا، هم يجيبون من عندهم كل يعني مثلا أقوال فلاسفة كتب غير عقائدية، فما يقارن هذا بهذا يعني. وبالذات يا أخي أبو يوسف حفظك الله، أن عماد العقيدة عندنا على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح. وهم يذهبون إلى شذوذات أقوال الصوفية وغير ذلك. صحيح. وتأويل ما يستطيعون تأويله، مثل ما ذكر كلام البارحة عن الألباني أنه أعوذ بالله في قضية قبر النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليك حبيبنا أبو يوسف عبد الرحمن. وبه نختم أخي المخرج لأننا على وشك أن ندخل في موضوع المناظرة. عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا ومرحبا، تفضل مداخلتك. الله يبارك فيك. أنا متابع برنامج من أول رمضان بالنسبة لأحمد الإمام، أنا تابعت له مناظرة أول العام على قناة صفا، فما توصلوا معاه بأي نتيجة، يعني نفس اللي انت قاعد تعاني منها الآن عانوا منها الأخوان. لم نعاني بشرك، فيعني ما راح تصل مع أي حل من الحلول، ولا راح يرضى منك ولا يستقبل منك أي شيء، يعني دين الله واضح. أخي عبد الرحمن، الاستقبال ليس منه، الاستقبال من المشاهد الشيعي، دعوتنا للمشاهد الشيعي، كلامنا للمشاهد الشيعي الاثني عشر لينظر الحقيقة، نريد أن نعم. يسمع. وقدمنا رجلا مزكا عندهم في المناظرة، صح، فهو معتبر عندهم عند شيوخهم، وقدمناه لهذا الغرض ليروا أن من يزكى عندهم ومن يصدر في هذا الباب هذا هو منطقه وهذه حجته، فينظر الشيعي إلى الحق الأبلج. نسأل الله عز وجل أن يحيينا عليه وأن يميتنا آمين عليه. آمين. أحسن آمين. الله إليك أخي عبد الرحمن وبارك فيك. طيب قبل أن نبدأ إخواني، قرأت لكم مقولة عبد الله شبر، إذن قال: ولهم حالة روحانية برزخية أولية تجري عليهم فيها صفات الربوبية، وإليه أشير في الدعاء: لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك المخلصون أو المخلصون. أيضا في موضع ثاني يقول عبد الله شبر هنا، بل هي ذات الكلام الذي قرأناه قبل قليل، نأخذ هذه الزيارة المطلقة للطباطبائي وماذا يقول. يقول: إن علاقة أهل البيت بالله تعالى، إلى أن يقول: بل هذه العلاقة جعلت مشيئتهم مشيئة الله ومشيئة الله مشيئتهم، نعوذ بالله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذا ليس في مقدور البشر، هم يجعلونهم شركاء لله في المشيئة. ثم يستدل بنفس الرواية التي ذكرها عبد الله شبر، انظر، قال: وكذلك ما ورد عن عليه السلام: إن لنا مع الله حالات، هو فيها نحن ونحن هو، ومع ذلك هو هو ونحن نحن. إن لنا مع الله حالات، هو فيها نحن ونحن هو، فإذن أصبحوا هم الله. ولذا يقول الخميني عن سيدتنا فاطمة أنها كائن إلهي جبروتي ملكوتي ظهر في الوجود على صورة امرأة، هكذا يقولون، سترون المزيد الآن. ولذا وجهت لهم العبادات من الطواف والسعي والذبح والنذر وغيرها من العبادات. حياك الله يا أستاذ أحمد، تسمعني؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله أستاذ قباش، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله أنت بخير. الحمد لله. طيب أولا قبل أن نبدأ فيما ذكرنا واتفقنا تحت الهواء يعني عبر المنسق، أن هناك من شكك في أحمد الإمامي وقال أنه ضعيف وأنه لا يمثل الشيعة وأنه إلى آخره، فنريد في دقيقة فضلا أن ترد على من شكك في علميتك عند الشيعة من الشيعة أو من السنة، تفضل. يعني هذه الدقيقة إن شاء الله تعالى لحظة واحدة قبل أن أبدأ فيها يا عزيزي، بس لحظة واحدة لأنه أنا أريد أن أسمعك شيء في هذه الدقيقة إن شاء الله تعالى، لحظة واحدة.
إن شاء الله راح تسمعها يصل لك الصوت. لحظة، هل هي في موضوعك؟ نعم نعم نعم، في نفس الموضوع، حتى نشوف هذا العالم ما الذي قاله عن أحمد الإمامي إن شاء الله تعالى. والله لو ذكرت فقط من زكاك بعيدا عن التسجيلات وغير ذلك. بس اسمع اسمع لحظة واحدة ستعرف منه. أظن الوقت طول يا شيخ أحمد. اسمع ما في صوت، إذا أنت قاعد تعرض الصوت ترى ما يوصل الصوت. ما عندك صوت؟ لا ما سمعنا شيء. على كل حال اذكر المعنى علشان بس ما نخسر الوقت. لا اريد اسمعك اياه، مهم هو. هاك تفضل، راح اعيد لك اياه، هو اقل يعني اقل نصف دقيقه يعني، من الشيخ الكوراني. بعد ما اتوقعك احد فوق الشيخ الكوراني مع هاي راح اقرا لك ما الذي قيل. اسمع. السلام عليكم يا اخ ابا باقر. وصل الصوت؟ واضح. حياك الله ورعاك، كيف احوالكم؟ حبيت اسال عنك واخلي لك هذه الرساله لاني سمعت انك الحمد لله افحمت النواصب في شبكه وصال، وانتبه لهؤلاء، هؤلاء لمن ينغلبون يحاولون. طيب لحظه، هذه ليست تزكيه الان. هذا تمرير. والله الشيعة هم الذين طلبوا تزكيتك لأنهم يقولون أنك ضعيف. ما علينا من هذا الرجل الذي دمغناه على هذا المنبر في هذا البرنامج عدة مرات، خلى هو أصلا يعرف يرد وبعدين يعني يتكلم بهذا الكلام. هذا أولا، طلبنا تزكياتك، ما طلبنا التطاول على وصال. صار بس خلي يكمل. بس لا 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 نسمح مطلقا، لا نسمح مطلقا. اذكر من زكاك فضلا او نبدا البرنامج. لا بحقي. لا 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 لا، انتهى الموضوع. اذا تطاول علينا تطاول على وصال ليس له مكان. يلا، قال انك معتمد بالنسبه لي. واحد ممتاز، خلاص يكفي هذا. يكفي. انا ارسلت الاربع تزكيات للاخ وهذه على عجاله، حوزه الامام الصادق في النجف الأشرف فرع بغداد الشيخ ذامر الإبراهيمي. يقول قال تعالى لا تقرأ يكفي. الاسم يكفي الاسم زكاك. من بعده؟ الشيخ إبراهيم السرائي، السيد علي حامد الموسوي، الشيخ عمران، هذا الشيخ إمام ومصلى جامع الأبرار، هذا الآن أحد الفضلاء في قم، الشيخ عباس الخاقاني. بس لازم أقالك هاي كلمتين. يقول الشيخ حسام التميمي، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام. لحظة، يكفينا ليست المجال الآن. احنا فقط نريد ان نقنع المشاهد الشيعي انك معتمد وانك لست بضعيف، لانهم قالوا انت تحاور شخص لا يمثلنا، تحاور شخصا ضعيفا. هذا الذي جعلنا نجعلك يعني تظهر هذه التزكيات. يكفي وقد اوفيت بالمقصود. 10 ثواني. لا بس اقرأ بس الكلمة. ان سماحة العلامة الشيخ احمد الامام يعزه الله من العلماء العاملين البارعين المدافعين عن بيعة طيب الإسلام. طيب وصل 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 علامة. ما شاء الله. نعم علامة ما شاء الله. طيب منك بما عندك. خلاص طيب. جميل. وهذا أنا هذني اللي الأربعة هذه كبداية. أنا ما أحب. طيب الآن إحنا لسنا في موضوعك أنت الآن. إحنا ما قاله المراجع. طلبنا دقيقة فأصبحت 6 دقائق. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ على بركة الله تعالى مع العلامة أحمد الإمام. أما الكوراني فالكوراني هنا في هذا البرنامج أكثر من 4 مرات يدمغ، فندعوه هو يشاركنا. ما يحتاج، نحن هذا أولا. يلا طيب، موضوعك شنو؟ سؤال، هل الطواف على قبر الحسين عبادة؟
ابدا وقتي الان، ابدا وقتي اخي المخرج، ابدا وقتي 3 دقائق. يا وقتك انت العب شنو اللي اخذته يا رجل؟ احنا كنا في اتصالات يا اخي، انت ما اكثر مظلوميه هذا مو عبد الله شبار. طيب 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 لا لحظه 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 يا احمد الامامي، اكثرت المظلوميه وادعيت المظلوميه ونحن نعطيك وقتك. خذ الان محاور الحلقه وابدا، خذ المحاور التي تسأل عنها دائما حتى لا تذهب الى الصوفيه وتقول انظر السني، ثم ينبغي ان تكون البدايه من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح عن سيدنا علي في ذلك، هذا ما ندعوك اليه. اولا تحدثنا في الحلقات الماضيه عن موضوع الطواف، وسألتني عن معناه اللغوي والشرعي وأجبتك. لا لم تجب. لا حول ولا قوة. طيب سمعه الناس ولم تسمعه أنت. ذكرت يا أخواني أن الطواف هو الدوران على الكعبة 7 أشواط بنية التعبد لله سبحانه وتعالى، والطواف عندهم حول القبور، هل هو بنية التعبد ولا بنية السياحة؟ سؤال سجل عندك. أجابك الشيخ العثيمين. لحظة، عندك 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 الشيخ بن عثيمين، لا تدلس عليه، ترى تلك الليلة كشفتك والآن سأكشفك مرة أخرى. الثاني، حينما تأتي يوم العاشر يوم عاشورة تذبح للحسين ولا ما تذبح؟ أو الشيعة يذبحون ولا ما يذبحون؟ لا ما يذبحون. والله إنك لست بصادق، وأن الشيعة يعلمون أنك لست بصادق. الشيعي الآن يعرف ذلك، الآن الشيعي يا شيعي ناشدتك الله، هل هو صادق؟ لا إله إلا الله. يا شيعي سألتك بالله العظيم، هل هو صادق؟ يوم عاشوراء ما تذبح البقر والغنم وغير ذلك للحسين؟ هذا السؤال. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، 2 من المتصلين قالوا خلى يجاوب، ليش ما تجاوب عن سيدنا علي؟ ليش ما حج إلى المشاهد وبناها وعمرها عمارة بالذهب والفضة وجعل الناس يطوفون ويسعون وينذرون ويذبحون؟ لماذا وهو في العراق في نفس الأرض التي فيها المرجع السيستاني والحكيم وبشير النجفي وإسحاق الفيض؟ ليش ليش لماذا؟ هذا سؤالي. لا انتم حاسبين لي الوقت الان يا وقت. لا لا احنا قاعدين نطرح المحاور، احنا قاعدين نطرح محاور، ولم اذكر شيئا من الكتب المثبتة عليه. اتفضل الان لك 3 دقائق. اتفضل. ايش كم 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 لي احمد الامامي؟ احترمناك كم كثيرا، كم من الوقت واعطيناك الوقت وسميناك باسماء تحبها يا حبيبي، فندعوك الى احترام البرنامج. 3 دقائق تفضل. اولا هذا السؤال تكرر واجبنا عليه وانتهى، وسألتك والله ما اجبت والناس تقول لا لم تجب. لا تقاطع، عجيب، تقول جاوبت ما جاوبت يا اخي، ما الناس تحكم، لا تقاطع، تهرب انت. هو كذا لو ديناصور. المهم هذه قضية. القضية الثانية، انت موضوعك كان الطواف، لو اليوم كان موضوعك الأئمة وصلوا الى صفات الربوبية ما ادري ما اعرف شنو، هذا كان موضوعك، فما اعرف شنو التظاهر نسيت يعني. لا 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 هذه مقدمة فيما كان. اوف المقدمة واسمع اسمع الان انت اوقف الوقت اخي المخرج. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ اي موضوع تريد؟ تريد الموضوع الثاني؟ لا اخي لا تقاطع الله يعني. يا رجل انت قاعد تكلمني، انت دا اجاوبك، انت البيك ما يخليك، مو احنا هاي عندنا فد مثل بالعراقي يعني اسكت بمعنى. طيب اولا اولا كلمة اسكت وغيرها من الالفاظ وعيب لا تعود اليها، لانني تجاوزت لطيب اخلاقي وكرمي معك. لا تكرر هذه الكلمة احتراما للمشاهد على الاقل وذوقا، لان هذا اسلوب سوقي. تفضل كمل وقتك، تفضل على الاقل رد على عبد الله شبر
ورد على الطبطبائي. تفضل. اولا فليبدا وقتي اخواني الاحبه. موضوع امير المؤمنين انا سبق وان قلت اجبت، وانا الان امامكم اقول له امام المشاهدين فليخصص حلقه كامله، والله وبالله وتالله مو بس امير المؤمنين، ساتي بكل الائمه لماذا لم يفعل. خمس حلقات لا تجيب، حلقه كامله واحده نتفق عليها. اما موضوع الذي ذكر البداء اتحداه كذب انه قال الشيعة تقول الجهل، ليس موضوعنا البداء. انظر يا اخي المشاهد، انظر كيف يهرب من الموضوعات. لا 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 قف 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 قف. انا مع محاور ام مع ثعلب؟ حاور بموضوعنا وبمحاور المناظرة، تهرب الى البداء وستهرب الى موضوعات جانبية كما فعلت بالامس. محاورنا المتفق عليها بيننا والمرسلة اليك مسبقا. هسه انا اخوان لحظة يا اخواني يا اخواني لحظة اوقف هذا عبث اوقف هذا لحظة يا احمد الامام ويا ايها الشيعة والسنة. المناظرة في بداياتها ترسل موضوعاتها يوميا، وقبل رمضان ارسلت وهي موجودة عنده، وهذه المناظرات لها محاور والمحاور يعرفها. هذا الرجل يهرب من المحاور تماما. وفي باب المناظرة، المناظرة سؤال يوجه إلي وأجيب عليه، وسؤال أوجهه إليه في نفس الموضوع ويجيب عليه. من ثلاث مناظرات وأنا أسأل سؤال ويقول لي يراد لها مناظرة كاملة، يراد لها مناظرة كاملة، ولأنه ليس عنده شيء فيحيل إلى مناظرات إلى بعيد، مع أننا لنا الآن خمس مناظرات وليس مناظرة واحدة يستطيع فيها سرد ألف نص ونص عن سيدنا علي. على كل حال الآن يا أحمد الإمامي، موضوعنا تقول ليس الطواف ولا غيره، أعفيناك من الطواف، أعتقناك لوجه الله. الآن موضوعنا الولاية التكوينية، الوصول إلى منزلة الله. طيب، قرأت من كلام الطبطبائي ومن كلام عبد الله شبر، تفضل هذا المحور. أولا أنت الذي ذكرت هذه المسائل فأنا أرد عليك، أنت اللي ذكرتها، فالمفروض بك إذا أنت شجاع تخليني أنا أتكلم ردا عليك. لحظة رجائي إذا أنت شجاع وإلى غيره اترك التهريج، حاول حوار علمي، حوار مؤدب، حوار مهذب. أنت لم تتعلم يا علامة أسلوب الحديث؟ أكمل يا أخي وقتي، ترى ما ممكن. يلا ابدأ وقته، ابدأ وقته، تفضل. يا أخوان يا سنة يا شيعة، أنت كلكم جاي تتابعون، ياخذ اتخفف ذات الوقت ويقاطع في وقته. الله المستعان، كمل وقتك، كمل وقتك، ماذا نفعل بهذا؟ اصمت، خليني ابدا في وقتي يا حبيبي يا عزيزي. يا اخي المخرج، اخي المخرج صفر له الرقم علشان يشوف المشاهد الشيعي قبل السني كيف انه سيهرب. صفر على الصفر ولا ثانيه. وما اذا جاوب اسمع، انا استطيع ان اجيب جوابا لك اخليك الليل ما تنام والله العلي العظيم، لكنه انا يا لك من مهرج، أنا أعرف هذا مهرج والله، مهرج اجب اجب وادعي التهريج رجاء. انت لا تهرج، خلينا نتكلم كلام علمي واحترم الاسلوب. انت ماخذ نصف ساعه والان 20 دقيقه وانا ما متكلم دقيقه. يا اخي اصمت، الله اكبر. اولا موضوع ان اخذنا نصف ساعه هذا برنامجي وليس برنامجك. ثانيا هذا مداخلات للمداخلين المتصلين. طيب لماذا دعوتني؟ وليس من طرح، ولو طرحت لا اشكال. ارجوك ادخل في الموضوع. برنامج. اخي اسمعني حبيبي شيخ فراج، برنامجك اخذ بالعافية. انت الذي دعوت المحاورين الشيعة وكان هناك شروط. اليوم تكلمنا مع المعد والبارحة ومع المنسق. يا اخي انت اتكلم معهم. طيب. انه بتقاطع اربعة. لا تعليق، انا يكفيني رأي المشاهد، كمل. طيب اذا كان المشاهد يتق الله في شهر رمضان فبالتالي فليتكلم عليك. انا اقول له اعطيك مناظرة يقول لي يهرب، اقول له اعطيك مناظرة كاملة يقول لي شوفوا يهرب. انت عربي لو تتكلم اوردو. حسنا اجيبك
أجيب؟ تسمح لي أجيب؟ الحلقة المقبلة غدا، غدا المناظرة في سيدنا علي. صار خلاص ممتاز أكمل. خلاص يلا توكل عليك أبدأ وقتي واسكت رجاء. اصمت عمي مو اسكت، اصمت واهدى واشرب دارسي. طيب طيب دع التهريج وأكمل. يلا يا حبيبي، هذا أول. أحبتي الأكارم، الموضوع أنه ما هو وصول الأئمة لمنزلة الربوبية. أولا أتحداك أنت وكل المشايخ أن تأتيني بنص من عالم واحد يقول أن الأئمة عندنا وصلوا لمنزلة الربوبية. واحد. اثنين، هذا موضوع لنا مع الله حالات، نحن هو وهو نحن، كما أنت تذكر هذا. طبعا هو هذا لما إلى سند لكن مضمونه صحيح، ما عندي أنا مشكلة فيه أبدا، ما عندي أي مشكلة فيه. هذا يتكلم عن الفناء، هذه من 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 درجات السلوك الذي أنت ما تعرفها. أنا راح أقرأ لك رد العلماء على هذا الموضوع، يعني الرد على موضوع الفناء حتى تفهم. هاي مواضيع مو اختصاصك أنت، ما أعرف ليش تدخل فيها. يقول لابد من الاطلاع على حقيقته في كل درجة، وإنما يكون ذلك من الدرجة الثالثة، فإنه يشرف منها على الأدب في الدرجتين، فإذا عرفه وصار له حالا، هذه الدرجات درجات القرب الإلهي، فإنه ينبغي له أن يفنى عنه بأن يغلب عليه شهود من أقامه فيه. يعني يغلب على السالك شهود من أقامه فيه، يعني الله سبحانه وتعالى، فبالتالي تغلب عليه حالة الشهود فينسبه إليه تعالى الله، يعني دون نفسه، يعني دون المتعين، أنا خلا فهمك، ويفنى عن رؤية نفسه وقيامها بالآداب بشهود الفضل. هذا جواب. والجواب الآخر أيضا يقول هكذا، هذا العالم يقول ويقول والموحدون يقولون إنما فاض عليه إيجاده لا وجوده. هذه من الإفاضات من المشاهدات، أنت وين تتكلم مسألة ما تعرفها يا حبيبي. فظهر فيه فعله في هذا الإنسان السالك، بل أثر فعله لا ذاته، نعم لا ذاته ولا صفات، فقامت ولا صفاته، فقامت به فقرا إليه واحتياجا لا وجوديا وذاتا، وأقامها بمشيئته وربوبيته لا بظهوره فيها. فهي درجات السالكين يا عزيزي. أنت قضية ما تتكلم، أنت وقتك، أنت وقتك، هاي ثلاث دقائق. أولا دقائق. إخواني المشاهدين، لعلكم لاحظتم أن الكلام من جنس كلام ابن عربي الملحد، ومن جنس كلام الخميني المتأثر بابن عربي، وكلام الفلاسفة وأصحاب عقيدة الحلول والاتحاد، أي أن الله يحل بالعبد ونعوذ بالله تكون وتجري عليه هذه الصفات، وهي من جنس ما ذكر عبد الله شبر، أعيدكم إليه مرة ثانية، لأنه قال أتحداك أن تقول، أن تأتيني بقول عالم يقول أن الأئمة يصلون إلى مرتبة الربوبية. انظروا إخواني مرة أخرى كلام عبد الله شبر، انظر، قال ولهم حالة روحانية برزخية أولية تجري عليهم فيها صفات الربوبية. إيش يا أحمد الإمامي؟ تجري عليهم فيها إيش؟ صفات الربوبية. وإليه أشير في الدعاء، لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك المخلصون. ليس هناك فرق في الصفات بين الله وبين عبده إلا أنهم عباده، فقد فوضهم بالكون. خذ مزيدا، خذ مزيدا أخي المشاهد، خذ مزيدا في ذلك. هنا يأتي عالم شيعي آخر وهو الأميني، ودعونا نؤخر الأمين لأن وقته طويل، نأخذ رجب البرسي. هنا يا أخواني في مشارق أنوار اليقين لرجب البرسي، كما تشاهد أخي المشاهد معي في صفحة 129، عقائد ابن سبأ يا مسلمين، عقائد صرف الربوبية أو جعل علي ربا عياذا بالله. يقول هنا في كلام يطول، قال وليس هو هم بالذات المقدسية المنزع عن الأشباه والنظائر والأمثال المتعال عن صورة المثال، لا فرق بينها وبينك إلا أنهم عبادك وخلقك، لا فرق
بينها وبينك. هنا قال يؤيد هذا ما ورد في الحديث القدسي عن رب العلي أنه يقول عبدي أطعني أجعلك مثلي، أطعني أجعلك مثلي، أنا حي لا أموت أجعلك حيا لا تموت، أنا غني لا أفتقر أجعلك غنيا لا تفتقر، أنا مهما أشاء يكون أجعلك مهما تشاء يكون. ومنه إن لله عبادا أطاعوا فيما أراد فأطاعهم فيما أرادوا، يقولون للشيء كن كن. خذ موضعا آخر هنا في كتاب الكليني الكافي، تبي رواية تبي أقوال كلها موجودة، عقائد ابن سبع تتسرب إلى الإمامية من حيث لا يشعرون، هذا أصول الكافي يا مسلمين. في باب صلى الله عليه وآله وسلم في صفحة 263. طيب انتهى وقتي، استعرض هذا فقط. لا هنا هنا فقط بدون قراءة ثم نعطي المجال لك، تفضل. لا تفضل. هل أبدأ يعني أبدأ أتكلم؟ تفضل. طيب ابدأ وقتي إن شاء الله، بس إن شاء الله يكون الوقت دقيق. الأخ فراج قال هذا الكلام هو من جنس زيدوا 10 ثواني يا أخوة، هذا الكلام هو من جنس كلام ابن عربي الملحد، بمعنى هذا كلام الرجل هذا إلحاد. أشكرك شكرا جزيلا، هذا ابن القيم الجوزية في مدارج السالكين. أنت الآن قلت أن ابن القيم الجوزية يتكلم كلام الملحدين من مدارج السالكين. ذكرت النص، لم أذكر كلام ابن قيم الجوزية. أنت أنا دعك من التدليس، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تقاطع، أنا قرأت كلام ابن القيم، أنا قرأته. ما علقت؟ نعم. أنا قرأت كلام ابن القيم من صفحة 121 في الجزء الثالث ومن صفحة 131 من الجزء الرابع، فأنت قلت ليس في كلام ابن القيم. طب كمل 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 كمل. هذا الكلام من جنس كلام الملحدين أنت ذكرت وكلام ابن عربي الصوفي، فنشكرك على تكفيرك ابن القيم الجوزية. واحد. اثنين، كتاب مشارق أنوار اليقين ذكرت لك البارحة الموضوعات في الأخبار والآثار صفحة 278، يقول الشيخ هاشم معرفة الحسني عن الشيخ رجب البرسي مؤلف مشارق أنوار اليقين المشحون بالغلو والأخبار الكاذبة عن علي وبنيه، ويذكر أيضا ويسقط الكتاب، فلا تتكلم في كتاب هو ساقط عندنا. تقول أطعني تكن مثلي، هي تكن مثلي وليس تكن مثلي، مثلي لا مثلي، وهذا استشهد فيه ابن تيمية. هاي تفضلوا أخواني الأكارم، إذ خاف انت عبالك أنه هذا كلام الشيعة فقط، هذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول في الجزء الرابع أحبة الأكارم صفحة 230 يقول التالي، حتى لا مرة ثانية حتى نفهم الناس أنه أنت حضرتك أعانك الله على ما عندك، يقول الشيخ ابن تيمية هكذا ولا يقال إن ذلك يفضل بقوة خلقت كذا وقد جاء في الأثر. يا عبدي أنا أقول للشيء كن فيكون، أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون، يا عبدي أنا الحي الذي لا يموت، أطعني أجعلك حيا لا تموت. تنكر على هذا الرجل؟ والله مصيبة. أما قولك الآخر أنه كن فيكون، البارحة ذكرنا لك أن عمر يقول كن فيكون، أما أنه هل هناك أناس يقولون أن هناك أناس تصل لمرتبة الله، هذا أنتم الحنابلة مو كلامي، أنا أعطيك نص كامل يعني مو استنتاج وفهم. العواصم من القواصم أبي بكر ابن العربي، هذا عندما يقول عندما يتكلم على الملحمة التي صارت بين القشيري والحنابلة إلى أن يصل ويقول يقول ألزموني ما شئتم صفحة 253 فإني ألتزمه إلا اللحية والعورة، وانتهى بهم القول الحنابلة إلى أن يقولوا إن أراد أحد أن يعلم الله فلينظر إلى نفسه فإنه الله بعينه. فراج الصهيبي أنت الله يا حنبلي؟ الله بعينه، ما هذا الكفر هذا؟ انتهى وقتك انتهى وقتك انتهى وقتك. الآن أيها الإخوة سائلكم بالله العظيم، الكلام الذي نقله الخميني عن ابن عربي ما هو؟ ستراه بأم عينك يا شيعي ويا سني، وليس كلام ابن القيم
ولم ألقي بالا لما شرحت، إنما كلامي عن هذا الكلام المذكور الذي نص عليه الطباطبائي والذي نص عليه هذا مهرج، هذا مهرج. عيب عليك أيها الأخوة، هنا احترم المشاهد على الأقل، نتكلم عن هذا. أحسنت. وهذا ما استشهد به الخميني وقال، وللعارفين نحو هذا الكلام، وللعارفين كابن عربي وغيره كلاما يشبه ذلك، إن أمداني إن شاء الله آتيكم به في هذه الحلقة إن شاء الله. فالكلام عن عبارة إن لنا مع الله حالات، هو ونحن نحن ونحن هو وإلى آخره، هذا ما استشهد به ابن عربي، لا كلام ابن قيم الجوزية، ما استشهد به الخميني لا ابن قيم الجوزية. وأتحداك أمام المشاهد أن تخرج هذا الكلام من كلام ابن قيم الجوزية، ولن تستطيع. الأمر الثاني، لجهله بفتاوى شيخ الإسلام ينقل هذه الرواية، عبدي أطعني تكن مثلي، ينقلها في شبهة متهافتة غبية قديمة، يقول أن هذا في مجموع الفتاوى. ويا أيها الإخوة، الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، كتاب جمع مؤخرا في هذا العصر المتأخر، وجمع من رسائل متفرقة، وفي بعض الرسائل المنسوبة إلى شيخ الإسلام رسائل لم تثبت عنه، منها رسالة التفضيل بين صالح البشر والملائكة الموجود في هذا الكلام. فلجهلك أمام المشاهد تفضح جهلك وجهل من حذر لك المادة، هذه الرسالة لم تثبت عن شيخ الإسلام، خصوصا وأنه رحمه الله تعالى قد تكلم عن ألفاظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء، قال لم ينقل أو لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد معروف أنه تكلم بشيء منها ولا أصحابه، ولكن إلى آخر ما قال، ولكن لفظ الأبدال تكلم ببعض السلف ويروى فيه عن النبي حديث صحيح. هذا كلام شيخ الإسلام، وتلك رسالة منحولة على شيخ الإسلام مكتوبة، وهناك تحقيق من بعض المعاصرين عن الفتاوى أزالوا فيها ما دخل فيها مما ليس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. تعلم يا علامة. ثانيا، موضوع انتهى وقتي للأسف، ما أجبتني على قول الطباطبائي. وقتي هذا، أنت تقول أن هذه الرسالة ليست لابن تيمية، أنا هذا الطباعة عندي، دار الوفاء ودار ابن حزم، هذا الطباعة التي عندي، وهي المطبعة الإمام محمد بن كذا، دار ابن حزم، بيروت لبنان. ذكرنا الرسالة موجودة، موجودة ولكنها منحولة، لم تثبت عن شيخ الإسلام، قد بينا ذلك. ما يخالف، مو تتبين، هذا الكتاب موجود. خذ معلومة بس، أفدتك بمعلومة لأول مرة تعلمها، تفضل. أنت أصلا حتى العنوان اللي أنا كشفته أخذته من هذا المكان، تعطيل المساجد وتعظيم المشاهد صفحة 315، إذا كانت منسوبة مثل يا رجل، هذه عقيدة عندكم، يعلمها الطفل السني يعلمها. قال تفضل أكمل. المهم زيدولي بالوقت هذا اللي أخذه. أما هذه المسألة الأخرى، أنه أنا يقول أنا هذا، ولا أنا نقلت معنى كلام، شرحت معنى كلام العلماء من كلام ابن القيم، وأنت قلت هذا الكلام يشبه، تسجيل موجود وانتهى الموضوع، ما أرجع. أما موضوع والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ما دققت ولا نظرت في الكلام الذي سرته، هذا يمين يسألني الله عز وجل عليه، انتهى الموضوع. ولم أدقق في الكلام، كلامي عن العبارة التي لم تستطع ولم تقرأها ولم تعلق عليها، إلا تأتي بكلام بعيد عنها، وهذا ديدنك في المناظرة كلها. تفضل. هسه أنا ما أدري الوقت مالتي شقد صار، شقد أخذت، يعني أبدأ شنو، خلي الكنترول الوقت موقف، كمل الوقت موقف، شقد الآن إلي وقت، ما أدري، أنا ما أعرف صار مظلوميات يا جماعة من أول المناظرة. أنت أسألك
يا عزيزي مظلوميات شنو، الله أكبر، عيب ترى هذا الكلمات، عيب. طيب يا شيخ فرق. ماذا نصنع؟ هذه الحقيقة، هذه الحقيقة. دقيقة و14 ثانية أكمل، مع العلم أنه راح. المهم الناس تحكم، ما جاوبت على أنك الله بعينه. أعد 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 الكلام. الله بع... لا ما أعد، ترجع في العواصم والقواصم. هاي الحنابلة يقولون من أراد أن أن يعلم الله فلينظر إلى نفسه فإنه الله بعينه. روح ارجع، أنت عندك، أنت الآن الله بعينك. هاي الحنابلة اعتقادكم، أنت الآن الله، هذا كلامكم. عندك هيش عندك هكذا اعتراف؟ ما عندك ولن تجد. ثانيا موضوع كن فيكون، اخواني هذا منشورات دار السعادة ومنشورات ولايات الارادة لابن القيم الجوزية الجزء الثاني، يقول هكذا في، انا اريد انقل الاخير لانه هسه شوية لاكو، يقول لي خلاص وقتك وانتهت القضية وما اعرف وين بعد. يقول ابن القيم الجوزية التالي حول موافقات الخليفة عمر ابن الخطاب، يقول انه اللهم صل على محمد وآل محمد، أراجع لك إياها لحظة واحدة، 436، نعم، عسى ربه فإن خيركن، ها اسمع، فترك الصلاة عليه. فإذا كان هذه موافقة عمر لربه في شرعه ودينه، ينطق بالشيء مثل الله كن فيكون، فيكون هذا المأمور والمشروع. فكذلك لا يبعد موافقته في قضائه وقدره، ينطق بالشيء فيكون هو المقدر والمقضي مثل الله. الله ينطق وعمر ينطق، الله عمر ينطق يكون فيكون في الشرع، وعمر ينطق فيكون ويكون في القضاء والقدر. هاي عندك، احنا ما قلنا هذه الكلمات ان اهل البيت مثل الله في شرعه وقدره، ما عندنا هذه الكلمات. هذه عندك انت تجيب كتبك، انت تورط نفسك يا حبيبي يا استاذ فراج. اما كتاب مشارق انوار اليقين جاوبتك عليه، اما موضوع لنا مع الله حالات شرحته من كلام ابن الطبري، نفس القضية، المشيئة ما فيها شيء. عبدي هذه الحديث الذي في البخاري، ما تقرب الي عبد كما حديث النوافل، فاذا تقرب الي بالنوافل صرت سمعه، صرت. هل هو حديث النواصل؟ هو حديث النواصل، اسمع اسمع، في البخاري. طيب ممتاز ممتاز، نعرف الحديث. هل هو حديث النواصل؟ لا ابدا، لا ابد، لا حديث من 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 عاد لي وليا. كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده. طيب كنت جميل، هذا الحديث حديث النواصب؟ لا تأتي بالشرح، ما لي علاقة نواصب مناصب. أنت قلت حديث النواصب، أنت وقتك على كل حال. هذا الحديث عندنا وعندكم يا إخواني. حديث النواصب تورط الآن لما علم أنني سألته لأثبته. الرواية هذه موجودة في كتبه في الكافي. نعم، هذه الرواية موجودة، أصبحت حديث النواصب. هذا والله الجهل العريض. أولا يا إخواني، لم يجب، لاحظوا، على موضوع الطباطبائي، ولم يجب على مقولة عبد الله شبر أنهم لهم صفات، لهم صفات ربوبية بعد أن تحداني وذكرت، ذكر كلام ابن تيمية ورددناه، كلام ابن القيم ولم يعده علينا، والكلام في مجمله إذا كان غلوا، والله لو كان من كان سنرد عليه، لأننا نبحث عن التوحيد، ولكن هؤلاء أئمة التوحيد لا ينطقون بمثل هذا الغلو. إن لنا مع الله حالات، هو هو ونحن نحن، ونحن هو، ونحن هو، وهو نحن. ماذا أبقيتم لله عز وجل؟ جعلتموه في مرتبة الربوبية، فتصبح يصبح الإمام هو الله، هو الله. خذوا يا إخواني مزيدا، خذوا مزيدا، هذا الخميني، هذا الخميني في الحكومة الإسلامية الولاية التكوينية ماذا يقول؟ فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. من قال هذا عن سيدنا عمر؟ من قال هذا؟ عمر، نعم، سيدنا عمر محدث ملهم، ينطق بالحق، ينطق بالكلام فيسدد من الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس في شأن عمر لوحده، بل أحيانا العالم الرباني الصالح ينطق بالحق فيلهمه الله سبحانه وتعالى.
النطق بالحق والصواب، لا إشكال في ذلك. أين هذا من السيطرة على جميع ذرات الكون؟ أين هذا من كلام الخميني من سيطرة الأئمة على جميع ذرات الكون؟ يقول، وهنا الكلام الذي يثبت أنني إنما أردت قبل قليل بكلامي كلام ابن عربي وغيره، قال: وقد ورد عنهم عليه السلام: إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. انظروا يا إخواني، هذه عقيدتهم، أنهم يسيطرون على جميع ذرات الكون، كل ذرة في الكون إن شاء الله في زحل وفي المشتري يسيطر عليه الإمام، ولذا توجه العبادات إلى الأئمة. أخبروني، من وجه العبادات إلى سيدنا عمر من أهل السنة؟ من اعتقد في سيدنا عمر أنه يسيطر على جميع ذرات الكون؟ سيدنا عمر مات شهيدا سعيدا في محرابه رضي الله عنه، ما اعتقدنا فيه الولاية التكوينية، بل هذا كذب وزور. هذا هو التحديث والتسديد من الله سبحانه وتعالى، وليس من الولاية التكوينية في شيء. انظروا يا أخواني إلى كذلك الخميني في مصباح الهداية، ما يخالف هو أخذ 40 ثانية زيادة. لا ما والله ما أخذت، والله أنت ما أعرفني. طيب، قبل قليل رأى المشاهد أنه أخذ، وأنا الآن أتنازل لهذا التهريج. أكمل، تفضل، قد قرأت عليك كلام الخميني، تفضل، أتنازل 40 ثانية لك. كلام الخميني جاوبته من كلام الشيخ ابن القيم الجوزية، معناه الفناء، انتهت القضية. أما هو ونحن نحن، هو يقول لا لا لا، ليس معناه الفناء، هذا يقول يسيطر على جميع ذرات الكون. هاي واحد ذرات الكون، نعم، ما عندنا أي مشكلة، لأن أنتم جعلتم القضية، صغرتم الله سبحانه وتعالى، فتوقعتم أنه هذه قضية فقضية عظيمة وقضية لا يمكن أن تكون لأحد، ولا يمكن. عزيزي، بس الشمس أكبر من الأرض ب330 ألف مرة، وإن كان الإمام يسيطر. قال أيضا خليفتك في شرح صحيح البخاري نفس الكلام، شرح صحيح البخاري للعلامة شمس الدين السفيري، المجلد الأول، دار النوادر، البحوث والدراسات، قطر، يقول في صفحة 74: إن العناصر الأربعة وافقته، شفقت عنصر الماء والهواء والتراب والنار، أما عنصر الماء قصة كذا، أما التراب قصة كذا. لحظة شيخ أحمد، لحظة، في منهجية المناظر أرجوك، لا 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 لا، لاحظ يا مسلم، سألني عن ابن تيمية وأجبت. لحظة، أوقف المناظر. سألني ابن تيمية وأجبت، سألني عن كتبي وأجبت. انظر، هو الآن لا يجيب. سألت عن الخميني، سألت عن الطباطبائي، سألت عن عدة نقول من كتبه، لا يجيب. صبر 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 صبر، انظروا يا مسلمين، ثم يبدأ يطرح أمور جديدة هروبا من الأسئلة. هذه ليست مناظرة. المناظرة إذا كنت واثقا من دينك أن تجيب ثم تسأل. تفضل. خليني وقتي، انت والله كارثة اليوم ضربت كل الحلقات بالمقاطعات. اولا، من ضمن الاجوبة الرد النقضي، رد حلي ونقضي وجدلي، من ضمن الردود الرد النقضي. فبالتالي انت ماذا تنكر اذا كان عندك الخليفة هكذا؟ وانا قلت موافق، ما عندي مشكلة، يعني انت ماذا تريد جواب؟ اما التالي، اسمعوا اخواني، هذا العلامة السلفي ماذا يقول على الناس باجمعهم، العلامة السلفي صاحب كتاب روح المعاني الآلوسي، في كتابه روح المعاني في الجزء الأول صفحة 223 في مبحث آدم، يقول التالي، أريدك تكفر لي الآن الآلوسي، يقول: إني أعلم غيب السماوات والأرض، ويفهم من كلامي القوم قدس الله أسرارهم أن المراد بالآية بيان الحكم في الخلافة على أدق وجه وأكمله، فكأنه قال جل شأنه، يعني الله، أريد الظهور بأسمائي، الظهور بأسمائي وصفاتي، ولم يكمل بذلك بخلقكم، يعني الملائكة، فإني أعلم ما لا تعلمون لقصور استعدادكم ونقصان قابلياتكم، فلا تصلحون لظهور جميع الأسماء والصفات فيكم، فلا تتم بكم معرفتي ولا يظهر عليكم كنزي. الحل يا رب العالمين، فلا بد من إظهار من أتم استعداده وكملت قابليته. لماذا؟ ليكون مجلى لي ومرآة لأسمائي وصفاتي. ها،
هذا البشر ومظهر للمتقابلات فيه ومظهر لما خفي عندي، وبي يسمع وبي يبصر وبي إيش بقى لعد. خلاص الإنسان مظهر لأسماء الله سبحانه وتعالى. هذا العلامة السلفي خاتمة المحققين الآلوسي، هذه عقيدته السلفية. فإذا شنو المشكلة فيما نقول؟ أقول لك هذا من باب الشهود، هاي من درجات السالكين. أنت إذا ما تفهم ما أقول أنا ماذا أفعل؟ هاي علماءك اعترفوا. إذن الله سبحانه وتعالى يقول لابد من إظهاري من تم استعداده، عفوا الآلوسي، وكملت قابليته ليكون مجلى لي. إخواني اسمعوا الكارثة، ومرآة الإنسان يكون مرآة، المرآة عاكسة. يعني انت الوقت، انت وقتك، انت وقتك جاوبتك. هل جاء أجاب على شيء مما نقلت عن علمائه؟ لم يجب. يواصل الطرح، يواصل الطرح. ولأني أثق بديني، أولا كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخرها. هذه الرواية موجودة عنده في كتابه، يجهلها ويسمي حديث النواصب. ولذا يا أيها الإخوة نقول أن المقصود بهذه الرواية أن الله عز وجل يحفظ العبد، يحفظ العبد بذلك. وبالمناسبة شيخ، علشان هذه اليد التي ترف، هذا الحجر الذي في إصبعك والخواتم التي في إصبعك، ماذا تعتقد فيه؟ هذه يا أخواني الخواتم في إصبعه يعتقد أنها تجلب له الرزق، الياقوت والزبرجد. ولذا أفتى السيستاني في فتاواه عن هذه الخواتم أنها تجلب الرزق، وذكروا في فتاواهم أن الياقوت والزبرجد يحفظون من اللصوص ويؤمنون المسافر في الطريق ويجلبون الأرزاق أكثر من الخواتم، لأن عقيدتك قبر وحجر. هذا أولا. ثانيا، هذا الكلام الذي ينقله يتوهم أن مقصده الربوبية، سواء من كلام ابن قيم أو كلام ابن العربي أو كلام الذي ينقل، الذي نقله لا حقيقة لم أقف على ثبوته، إنما هو نقله. كل ذلك في أن العبد إذا قام بطاعة الله سبحانه وتعالى وأطاع الله عز وجل، سدده وألهمه ووفقه وفتح عليه، ثم أن باب الكرامة عند أهل السنة للأولياء عقيدة، نعتقد أن الله يكرم الأولياء بكرامات من الخوارق، لكنها ليست مطلقة في أيديهم، وليست للأموات بل للأحياء، وليست لأصحاب المشاهد، وإنما تكون للأحياء منهم يجريها الله لهم ولا يجرونها بأيديهم. هذه في شأن الكرامات. وأما سمو الإنسان إذا ارتفع في عبادته إلى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يكرمه بأن يوفقه ويسدده ويلهمه ويرشده ويجيب دعوته. ألا ترون إلى آصف ابن برخية وهو عند سليمان بن داود حينما دعا بسم الله الأعظم فأجيب، وهو رجل صالح ليس بنبي. هذا هو مقصود علماء أهل السنة في هذه النقول، ليست أنهم يصبحون هم الله والله هم، وأنهم يسيطرون على جميع ذرات الكون كما هي العقيدة. هل رأيتم لماذا يعبدون غير الله تعالى؟ لأنهم يعتقدون فيهم أن الله حال بخلقه. انظروا ماذا يقول الروحاني، هذا موقع الروحاني إخواني، يسأل هل الاعتقاد بعلم الأئمة الأطهار بما كان أو يكون والولاية التكوينية لهم من أصل الإيمان أم من تمامه؟ الجواب: من ليست لديه هذه العقيدة بالأئمة الأطهار فهو لا يعرف مقام الإمامة الآلهة التي اختصهم الله بها. الإلهية هكذا مكتوب، الآلهة وإن كانت الإلهية فهو المسؤول عن هذا الخطأ وليس أنا. مكتوب هنا الآلهة، فهم يجعلون هذا العبد بمنزلة الرب تعالى، هو ونحن. ولذا يقولون أنهم مخلوقون من نور الله، الأئمة مخلوقون من نور الله، ولذا هم كما يقولون وسائط الفيض الإلهي، خلقهم الله كما في رواية الكافي ثم أعطاهم إدارة شؤون الكون. من قالها من أهل السنة؟
عمومات ألفاظ يتلاعبون بها كما رأيتم. الحمد لله على نعمة التوحيد، نلقاكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرعاية شبكة منهاج السنة.